الركوب الدراجة حرام للسيدات؟ ركوب الدراجة ليس بحرام على السيدات، لكن أين تركبها ومتى تركبها؟ يعني إذا امرأة مثلا عندها حديقة في البيت، فتاة عندها حديقة في البيت وركبت دراجة داخل البيت تتجول بها، نستطيع أن نحرمها، لكن إذا ركبت دراجة تمشي بين الرجال فهذه صفات الرجال، والنبي يقول لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال.